السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. مركز تنمية قدرات أعضاء التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق يرحب بحضراتكم. إن شاء الله هنكمل مع بعض Using Technology in Teaching، استخدام التكنولوجيا في التدريس. معاكم دكتورة أسماء بدر، أستاذ مساعد في كلية الطب البيطري، مدرب دولي محترف. إن شاء الله هكمل معاكم البروجرام of Using Technology in Teaching، استخدام التكنولوجيا في التدريس. برحب بحضراتكم. اتكلمنا امبارح او في اليوم الاولاني عن الهدف من البروجرام. الـ aim of the program is to provide the trainee with effective knowledge, skills and change their attitude positively concerning using technology in teaching. هغير او هدي الناس الـ effective knowledge، المعلومات والـ skills، المهارات، وهغير الـ attitude بتاعهم تجاه استخدام التكنولوجيا في التدريس. بنهاية البرنامج هيتعرف على الميثودز اوف يوزنج تكنولوجي ان تيتشنج، هيقدر يعمل ابلكيشن للميثودز دي في التيتشنج، هيطبقهم وهيحترم ابريشيت ذير امبورتنس ان تيتشنج بوزيتيفلي، بايجابيه ان شاء الله هيحترم اهميتهم في التيتشنج بايجابيه. الاجنده بتاعتنا، اتكلمنا في اليوم الاول في السيشن الاولاني عن الافكتيف باوربوينت برزنتيشن تيبس، واتكلمنا عن الجوجل برزنتيشن والبريزي والبيوتيفول. والسكشن السيشن الثاني اتكلمنا عن ريكوردينج يوزنج المايكروسوفت اوفيس والكامتيزيا والبريزي والزوم كلاود ميتنج، واتكلمنا عن الجوجل فورم. ان شاء الله اليوم الثاني هنتكلم عن ازاي نعمل انتراكتيف سيشن يوزنج الزوم كلاود ميتنج، ده كبرنامج في تايم لينك برنامج ثاني. وهنتكلم عن الفصول الافتراضية باستخدام الجوجل كلاس روم. السيشن الاولاني ان شاء الله هنتكلم عن الزوم كلاود ميتنج، ايه تيم لينك، وهنبدأ في الجوجل كلاس روم اللي هنكمله ان شاء الله في السيشن التاني مع حضراتكم. بداية كده هنقول كنا اتكلمنا في بعد ما خلصنا التسجيل بتاعنا بأي طريقة من الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها، رفعناه عملناه حولناه في شكل الفيديو، اتكلمت عن ازاي هعمله على الجوجل درايف. اتكلمنا ازاي اعمل شيرينج. هنبص على الجوجل درايف تاني، هنفتح الجوجل درايف تاني، احنا بس هنتذكر النقطة دي عشان طبعا كنا عملنا ابلود من هنا، عملنا فايل ابلود واخترنا الفيديو في مكانه فين. حضرتك بعد ما عملت الفيديو هتقدر تجيب الفيديو، هعمل سيرش عليهم. ادي مثلا الفيديو اللي احنا عاملين له الفيديو بتاعنا موجود، تمام. اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخد ده واعمل له جيت شيرابول لينك، يبدأ يطلع لي جيت شيرابول لينك، اخد اللينك ده واعمله كوبي واحطه في اي مكان عندي، زي ما اتكلمت قبل كده ان انا ممكن افتح ملف وورد واحطه على الملف الوورد بتاعي، او افتح الواتساب او احطه على اي كان، او على الفصل الافتراضي بتاعي، او على اي مكان موجود ليرنينج مانجمنت سيستم، ايا كان هاخد اللينك واحطه. طبعا هنا وانا بعمل الجزء ده بلاقي حضرتك في مكتوب عندك ريستريكتد او اني وان ويز لينك، لو ريستريكتد ده يبقى اللي معاهم اللينك ده برضو هيبعت لك اكسس عليك عشان تقدر تفتحه، او اني وان ويز لينك هتقول له اني وان ويز لينك، هيبقى كده فتح لك اللينك بتاعك، مجرد ما هتحطه هيفتح على طول، اللي هيضغط على اللينك هيفتحه على طول الفيديو بتاع حضرتك معانا. فدي طريقة حبيت بس اتكلم عليها تاني، علشان احنا كنا دخلنا من جوه شير، لا احنا مش ممكن مش من غير جوه شير، حضرتك تقدر تدخل على الحاجة اللي انت رافعها اوريدي عامل لها ابلودد على الجوجل درايف، وتقدر تعمل جيت شيرابول لينك، تمام. طيب احنا نقدر نعمل طريقة تانية، نقدر نعمل طريقة تانية ان احنا نستخدم، نقدر نعمل الفيديو على نرفعه على اليوتيوب، ومن اليوتيوب نحط اللينك بتاعنا برضو، بتبقى طريقة مميزة او سهلة، في ناس بتفضلها، كمان بتقدر تشوف عدد المشاهدات، مين اللي شاهد ومين ما شاهدش، فبتقدر تتابع شوية. فنقدر نستخدم اليوتيوب، لو جينا
عملنا فتحنا اليوتيوب علينا عندنا اليوتيوب. طبعا اول حاجة هتعمل ساين ان، يعني المفروض ان حضرتك هتبدأ تدخل على اليوتيوب وتعمل ساين ان. طبعا عشان اللاب بتاعي موجود عليه الايميل بتاعي بتاع الجوجل، فانا عملت ساين ان بالايميل بتاع الجوجل بتاعي، فاوريدي متعرف عليا طبعا كاسماء وموجود، مفيش مشكله خالص. فده بيسهل مع حضرتك كتير، كون ان انت منزل على الجهاز بتاعك الاكونت بتاعك بيفتح كل حاجه معاك، بتحصل لها ساين ويز جوجل اكونت، بيبقى سهل بالنسبه لحضرتك فتقدر تعمل ساين ان. طب انا عايز اعمل الفيديو بتاعي، هقول له كرييت فيديو، هجيب ابلود الفيديو. الفيديو ده حضرتك حاطه فين؟ هتجيب مكانه سيلكت الفايل، فين الفايل اللي انا عاملاه؟ انا حطاه اهو زوم. هبدأ اقول ادي الفايل بتاعي، هقول له اوبن، وهيبدأ يعمل ابلودنج للفيديو. بياخد وقت اهو، بيحمل من تحت، بيبدأ ياخد 63% ابلود، بيبدأ يكمل لحد ما يعمل الابلود بتاعه، وبيبدأ يديك بقى الايه الاوبشنز اللي موجود عند حضرتك متاح بالنسبة لك تقدر تعمله. بعد كده بعد ما بيخلص التحميل بتبدأ تقول له نيكست، تخش الخطوة التانية. بيبدأ يقول لك انت عايز مين الاودينس بتوعك، لو انت عايز تعمل ريستريكشن له عند سن معين بتقول، لو مفيش ايج ريستريكشن مفيش مور اوبشن، بتبدأ بتشوف انت الاوبشنز بتاعتك كاملة وبتكمل شغل حضرتك. هنا يهمني قوي ان حضرتك هنا هتلاقي موجود الفيديو اهو، اللينك بتاع الفيديو، هتاخد كوبي من اللينك وتبدأ تاخده تحطه في زي ما قلت حضرتك كلاس روم، او تبدأ تحطه على برضو ملف وورد، وتبدأ تبعت الملف وورد اول ما يدخل على اللينك يبدأ يدخل على الفيديو على طول. لو جينا نشوف الابلودز اللي موجودة عند حضرتك اهو، يبدأ بقى حضرتك تشوف ادي الفيديو بتكمل بقية الحاجة بتاعته. يهمني هشوف هنا الفيزابيلتي، حضرتك حاطط ايه بالظبط، انت حاطه فيزابل لمين، الديت بتاعك كذا، الفيوز بتاعتك كام واحد شاف وكام واحد ما شافش، كل الحاجات دي بتبقى موجودة عندك فتقدر تشوف وتتابع من خلال اليوتيوب. فعندي طريقتين لو انا عايزة اعمل لينك، ممكن ابقى يبقى على الجوجل درايف او احوله على اليوتيوب واكون عاملة كرييت لي اكونت على اليوتيوب وعاملة ساين ان في الاكونت بتاعي. ده بالنسبة لي ان انا عملت الفيديو وعايزه ارفعه في مكان معين. طيب خلصت الفيديو، الكلام ده احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت بس كملنا جزء اليوتيوب. طيب نبدأ بقى نتكلم عن، انا خلاص عملت المحاضره بتاعتي وطلبه بتوعي شافوها، وانا عايزه اعمل معاهم انتراكتيف سيشن، عايزه ابدأ اتفاعل معاهم، عايزه اعمل معاهم اشوفهم حوار، يعني اشوف هما فاهمين مش فاهمين، في مشاكل بالنسبه لهم، عايزه اعمل جلسات تفاعليه. فانا لما اجي اعمل جلسات تفاعليه في عندي اكتر من برنامج نقدر نعمل بيه جلسات تفاعليه. مميز عندي الزوم كلاود ميتنج، ده برنامج نقدر نعمل عليه، في الويبكس، في التيم لينك. احنا هنتكلم عن التو بروجرامز اللي هو الزوم كلاود ميتنج والتيم لينك. لو جيت نتكلم عن الزوم كلاود ميتنج، الزوم كلاود ميتنج، الزوم طبعا في جزء منه بيبقى فري، وفي جزء منه حضرتك الجامعات بتقدر بتشتري اكونت وبتقدر، او حضرتك تقدر تشتري اكونت وتقدر تشتغل عليه. مشكله الفري ان هو بيفصل بعد 40 دقيقه، كمان عدد البارتيسيبانت اللي موجودين بيبقوا مش اكتر من 100، فده بيبقى عامل ليميتيشن شويه، يعني لو في عندك مشكله ممكن تقسمهم على اكتر من زوم، او لو انت العدد عندك قليل فاوريدي كده تمام مفيش مشاكل في العدد بتاعي. بتقدر تعمل تستخدم الزوم ازاي؟ اول حاجه بتدخل على الجوجل سيرش وبتكتب الزوم كلاود ميتنج، او على الموبايل تقدر تكتب الزوم من البلاي ستور، تقدر تدخل وتجيب الزوم كلاود ميتنج. بعد لما بتدخل على الزوم كلاود ميتنج بتقول له داونلود، فاول ما بيدخل على الداونلود بيبدا ينزله. بعد ما بينزل عندك بتبدا تعمل انستولينج، وبعد الانستولينج يبقى ران، بعد ما يبدا ران ينزل عند حضرتك في الستارت مينيو، وعلى الديسك توب كمان بيبقى نازل كشورت كات، بتبدا تفتح اوبن، وبعد ما بتفتح اوبن بنلاقي
شكل اللي موجود قدامي ده. هنبدأ نفتح دلوقتي. ده الزوم كلاود ميتنج فاتح قدامي على او موجود قدامي على الديسكتوب كشورت كات. ببدأ اعمل افتح البرنامج بتاعي. بيجي لحضرتك يقول لحضرتك two options، في عندي join a meeting او sign in. لو انا مش عايزة ادخل sign in، انا مجرد ده هدخل بس احضر meeting، حد بعت لي اللينك، حد بعت لي الاي دي والباسورد، فاقدر ادخل على join a meeting. لما بدخل على join a meeting بيجي لحضرتك دخل حاجة من الاتنين، يا اما الاي دي يا اما البيرسونال لينك. في حضرتك تقدر هنشوف دلوقتي ان اللي بيعمل كرييشن للميتنج بيبقى عنده حاجه اسمها اللينك بتاع الميتنج ده، فيقدر يبعت لحضرتك اللينك، فحضرتك تاخد اللينك ده كوبي منه وتقدر تدخل بيه. طبعا عشان ما يحصلش مشكله او ما بيبقى في ارقام تليفونات باينه مش واضح ده مين داخل ازاي، فحضرتك بتكتب اسم حضرتك اللي انت عايزه يظهر. يعني انا دلوقتي عايزه ادخل ميتنج وعايزه لما ادخل اللي يشوفني انا اسماء طحون، فيدخل اسماء طحون، فاوريدي ادخل يقول لي جوين ميتنج. الاختيار بنبدا ندخل. لو حضرتك عايز تبدا بتدخل من غير الفيديو تقدر تعمل تيرن اوف للفيديو. ما يفضلش ان انا استخدم دونت كونكت الاوديو، لان ممكن بعد كده في ناس ما بتعرفش تعمل ريكونكت للاوديو تاني، فبالتالي هسيبها وبعد كده لما ادخل انا اعمل ميوت لنفسي، او الهوست اللي هو عامل الميتنج بيقدر يعمل ميوت، مفيش اي مشكله خالص. ريمبر ماي نيم فور، انا بحط اسمي بقول له خلاص بقى ده الاسم اللي هيبقى موجود بعد كده، ايه اي ميتنج خلاص هو موجود عند حضرتك الاسم بتاعي اللي انا موجود ده. طيب انا دلوقتي اقدر اعمل جوين الميتنج، احط الاي دي بتاعتي او احط البيرسونال لينك وادخل الجوين ميتنج. طيب انا دلوقتي مش في دور ان انا هدخل جوين ميتنج، لا انا في دور انا اللي هعمل الميتنج، انا الانستراكتور، انا الترينر، انا التيتشر، ايا كان المسمى بتاع حضرتك، حضرتك اللي هتدخل عايز تعمل الميتنج نفسه. تبدا نعمل كانسل من كده، وابدا بدل ما ادخل على الجوين ا ميتنج بدخل على الساين ان. مطلوب من حضرتك تعمل تحط الايميل والباسورد بتاع حضرتك، فطبعا حضرتك ممكن تعمل ساين اب فري، او الاسهل لحضرتك ان حضرتك تدخل بساين ان ويز جوجل او ساين ان ويز فيسبوك. فالافضل ان انا ادخل بالساين ان ويز جوجل عشان بيستخدم الابلكيشن بتاع جوجل، بيقدر يستخدم الكالندر بتاع جوجل، فافضل حاجه ان انا ادخل ويز ساين ان ويز جوجل اكونت. ببدا ادخل ساين ان ويز جوجل اكونت، بيقول لحضرتك انت عندك 2 اكونت هنا، انت هتدخل بانهي اكونت، فانا هدخل بالاكونت بتاعي. بعد كده بيبدا انت عايز تدخل لونش اوبن، بيفتح معايا الصفحة الرئيسية بتاعت الزوم. زي ما حضراتكم شايفين الصفحة الرئيسية بتاعت الزوم موجود فيها 4 ايقونات، الاولانية نيو ميتنج، شيديول، وجوين، وشير سكرين. لو انا عايز اعمل جوين الميتنج من هنا بقدر ادخل جوين ميتنج، اقدر اعمل تيرن اوف للماي فيديو وابدا ادخل الاي دي او البيرسونال او اللينك وابدا اقول له جوين، فيقدر يدخلني الميتنج اللي انا عايزاه. بعد كده شير سكرين، بقدر اضغط على الشير سكرين بيعمل لي شير السكرين، وبيبدا يعمل الشير سكرين بتاعي. طيب لو انا عايزه اعمل ميتنج، ادخل اعمل ميتنج، انا دلوقتي محدده الميعاد مع ناس وخلاص يا جماعه الساعه كذا هنبدا الميتنج، فانا بقدر اعمل الميتنج دلوقتي، بقدر افتح اعمل نيو ميتنج. لما ادخل اعمل نيو ميتنج المفروض ان انا بيدخل بيقول لي جوين ويز كمبيوتر اوديو ولا سبيكر والمايكروفون، فانا بقول له جوين ويز كمبيوتر اوديو. طبعا انا مش هدخل عشان التسجيل، فهدخل المفروض حضرتك تدخل بالكمبيوتر اوديو، او لو انت مش مشغل سبيكر هتعمل تيست السبيكر. لو عايز تعمل على طول ان انت بتدخل جوين اوتوماتيكلي بالاوديو بالكمبيوتر وان جوينينج هتقول له اوكي، لو انت خلاص ده اللي انت شغال بيه على طول فممكن تعمله له اوتوماتيكلي من غير ما ايه ما يديك الخيار ده كل مره. بدخل بالاوديو، ببدا اعمل اكبر السكرين، بلاقي قدامي ده شكل الميتنج المفتوح قدامي دلوقتي. بلاقي اول حاجه طبعا عشان انا داخله من غير اوديو، فبيقول لك جوين اوديو، فانا عايزه اضغط اوديو هقول له جوين اوديو.
بعد كده هنا الفيديو انا بقول له ستارت الفيديو لو انا عايزه ابان الصوره بتاعتي تبان، لو مش عايزه بخليها مقفوله. بعد كده بدخل على البارتيسيبانت، انا بدخل على البارتيسيبانت بلاقي البارتيسيبانت موجودين عندي كلهم هنا. في اوبشن بنعمله اللي هو ميوت اول من تحت. ليه بعمل ميوت اول؟ عشان هو ممكن محدش يتكلم، بس واحد قاعد وعلى مكان على الشارع ففي صوت عربيات، حد اتكلم جنبه، اي صوت مفاجئ، فالافضل ان يكون حضرتك تختار ميوت اول وتبدا بعد كده اللي عايز بيتكلم بيعمل ريز هاند، وبعد ما بيعمل ريز هاند بتبدا تسمح له بالكلام فهو يعمل ان ميوت لنفسه يبدا يتكلم، عشان ما نعملش ايه انترابشن اتنين يدخلوا مع بعض في الكلام. فالافضل الاوبشن ان يكون عندك ميوت اول. طبعا انا هنا الميتنج بتاعي انا بداته او انا هبداه، فانا لسه ما معيش اي بارتيسيبنت، فبقدر اعمل ايه الانفايت، اكتب كل الناس اللي انا عايز ادخلهم واعمل انفيتيشن لهم على الميتنج ده، بقدر اعمل له انفيتيشن بيوصل عن طريق الايميل وابدا ابعت له الانفيتيشن ده، او لو عن طريق الزومينج اوكي بعمل ان انا اعمل له انفيتيشن وبعد كده بيدخل معايا البارتيسيبانت معايا. لو انا عايزه اعمل ان ميوت اول بعمل ان ميوت اول، انا بفضل ان احنا نعمل ميوت اول. ده بالنسبه للجزء ده. بعد كده لو انا عايزه اعمل شات، بقدر اعمل شات، لو انا عايزه اكتب زوم جروب شات بكتب هنا وتو ايفري ون مين اللي هيتبعت للكل، او لو انا عايزه اكتب لمين بالظبط بفتح ده، لو عندي اكتر من ناس هيبقى موجود هكتب انا عايزه ابعت لمين. لو افترض انا مثلا حد مش منتبه، حد عايز اوصل له رساله من غير ما اتكلمه من غير ما اكتبها قدام الجروب، فبكتب له على الشات الخاص من فضلك كذا او نعمل كذا، فبالتالي بعمل له بحدد مين انا هبعت لمين وابدا اعمله على الشات. لو انا عايزه بجيب فايل بقدر اجيب فايل، لو انا عايزه اعمل على الشات احط لهم فايل موجود هنا بقدر اعمل فايل من هنا من يو الكمبيوتر من الدرايف من المايكروسوفت، كل الحاجات دي موجوده عند حضرتك. لو عايز تحمل فايل بتقدر تحمله هنا. بعد الشات بقدر اعمل شير للسكرين، جنبها سهم كده بقدر افتح اعمل ادفانسد شيرنج اوبشن. ما بفتح ادفانسد شيرنج اوبشن بيقول لك how many participants can share at the same time، مين الناس مسموح لقد ايه يعمل at participant. عندك اختيارين، الاختيار الاولاني يعمل شير من ال participant، يعمل شير واحد بس one participant can share at time، يعني انا دلوقتي سامحه ان عشان واحد يعمل شير هو اللي يعمل والتاني ينتظر لما يخلص ويعمل شير بعدي ويقفل الشير. طيب لو انا عايزاهم او احنا عايزين بنعمل عاملين ميتنج زوم عشان بنتناقش في حاجه وحاجه بنعملها سنكرونايزيشن مع بعض، فبالتالي هبدا افتح اعمل مالتيبل بارتيسيبانت كان شير بيعملوا مع بعض الشيرنج. تمام. طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني. السؤال الثاني هو كان شير، مين اللي يقدر يعمل شير؟ اونلي هوست. يبقى انا كده انا قلت انا نفسي انا عارفه ان هم مش محتاجين يعملوا سكرين شير او شيرنج للسكرين، فانا بالتالي هقفل عليهم وهخلي بس اللي موجود ايه الهوست بس هو اللي يقدر يعمل شير. طب انا لو محتاجه ان البارتيسيبانت يعملوا معايا فانا هقول اول بارتيسيبانت. طيب بعد كده بعد الاول بارتيسيبانت لما بعلم عليها بيقول لك بقى بيديلك السؤال التاني مين كان ستارت شيرنج، مين اللي يقدر يعمل شيرنج لما يكون حد تاني شغال، يعني هو كان ستارت شيرنج وين سام وان ايلس از شيرنج، واحد شغال فمين يقدر يدخل عليه. الاوبشن ده المفروض اخليه مع الهوست بس ما حطه ما اخلوش للبارتيسيبانت، انا اخليه للهوست بحيث ان لو في اي حاجه وانا عايزه ادخل على اللي بيعمل شير سكرين اقدر ادخل واقفل وادخل انا اعمل شير السكرين بتاعتي انا واقفل بتاعته. تمام. فده بالنسبه للشير سكرين. طيب لو انا جيت افتح بقى الشير سكرين هنفتح ايه من الشير سكرين او ايه اللي هيتشير؟ هلاقي السكرين نفسها، لو انا عايزه السكرين بتاعت الكمبيوتر بتاعتي هيفتح السكرين بتاعتي، او الوايت بورد لو جينا نشوف الوايت بورد بتقدر تفتح الوايت بورد دي وتبدا تكتب اللي انت عايزه، ادي كتاب اهو تقدر ترسم، بعد كده تقدر تعمل الستامب تختار الستامب اللي انت عايزه، مثلا هحط ده سهم وبعد كده عايزه احط نجمه اقدر احط نجمه ده كده، لو عايزه اعمل سبوت لايت بقدر اعمل سبوت لايت، انا عايزه اعمل سبوت لايت بعمل كده، ادي السبوت لايت بتاعي وانا بكتب لو عندي باراجراف وعايزه اعلم على حاجه، لو عايزه امسح اللي انا عملته اوكي كل الحاجات دي وابدا اعمل ده الوايت بورد. طب انا عايزه اعمل ستوب شيرنج ببدا اعمل ستوب شيرنج. طيب عايزه اعمل شير لايه تاني؟
عايزه اعمل شير لمثلا الكامتيجيا اللي احنا شغالين بيه، لو عايزه اعمل شير لصفحه نت، كل الشير اللي موجود قدام حضرتك تقدر تعمل شيرنج زي ما انت عايز، وحددت الاوبشنز بتاعه الشيرنج. طيب ريكورد، هقدر اعمل ريكورد. ريكورد هتبدا تعمل ريكوردنج، بتستخدم ايه بالظبط ده ولا مش هتستخدم؟ فانا هستخدم طبعا جوين اوديو، لكن انا مش هعمل ريكوردنج. تقدر تعمل ريكوردنج، الريكوردنج تقدر تعمل على بعضه وتقدر توقف ويعمل سيفنج، هو بيعمل سيفنج للكمبيوتر على طول، وتقدر تشتغل تاني واحد تاني. يعني انت لو عايز مثلا تاخد كومنت من حد معين وهو بس الكومنت بتاعته، اقدر اعمله وبعد كده ارجع تاني اعمل ريكوردنج من جديد. خلاص، فانا كده هوقف الريكوردنج. طيب ايه تاني موجود معايا؟ طبعا انا هنا لو عندي البارتيسيبانت موجودين، هقدر اعمل يبقى البارتيسيبانت قدامي كلهم على الشاشة، وبقدر اغير شكل البارتيسيبانت اللي موجود. ممكن يبقى واحد بس اللي بيبان اللي هو بيتكلم، وممكن اخلي الشاشة كلها قدامي كل الناس موجودين معايا. كل الكلام ده هنشوفه ان شاء الله واحنا بنعمل ابليكيشن فعلا في الميتنج بتاعنا ان شاء الله. تمام، ده كله الجزء الاولاني ان انا اعمل النيو ميتنج. طيب انت تقدر وانت بتخرج من الميتنج تعمل حاجه من الاثنين، اند ميتنج فور اول، تقفل كله، او انت اللي تخرج من الميتنج تعمل ليف للميتنج. لو عايزهم سايبهم يتناقشوا في حاجه معينه وعايز تسيبهم مع بعض شويه، فحضرتك تقدر تخرج وتقفل، هما يقفلوا الميتنج من عندهم، انت تعمل ليف للميتنج، انت اللي هتسيب الميتنج. ولو في حد تاني موجود برضه يقدر يعمل ليف للميتنج من البارتيسيبانت، لو انت سمحت له انه يعمل ليف للميتنج بيقدر يعمل ليف للميتنج. فانا هعمل اند ميتنج فور اول. طيب كده هو حفظ الريكوردنج اللي اتعمل وسيفه لي، بيحطه لي على الدوكومنت اللي موجوده عندي في فايل موجود. طب انا هعمل ماكسمايز هنا للشاشه. طيب انا عايزه اعمل تشيديول، هعمل تشيديول ازاي؟ هدخل على تشيديول ده، هعمل عشان اعمل جدول، عايزه اعمل ميتنج بميعاد معين. هبدا ادخل على الجدول بتاعي وابدا اكتب الاوبشنز بتاعتي. هقول ان انا عايزه اسمه يوزنج تكنولوجي، يوزنج تكنولوجي ان تيتشنج. الميعاد بتاعي هيبقى يوم 6 يوم السبت الساعة 7، PM. الميعاد بتاعي يفضل اما اجي اعمل الميعاد بتاعي، طبعا احنا عارفين ان احنا الزوم ميتنج بيقفل بعد 40 دقيقة. احيانا بيقول لك ان انت اتفتح معاك، يعني احيانا وانت بتعمل ميتنج ممكن تلاقيه قال لك انه اتفتح معاك الميتنج بقى انليمتد، مفتوح، بيبقى اوبشن منهم بتلاقيه موجود، او في ساعه ما فيش ضغط او ايا كان الوضع بيدي لحضرتك ايه ميتنج مفتوح. لكن في العادي هو هيفصل بعد 40 مينت. بس انا لما اجي اعمل الديوريشن بتاعي بعمل ديوريشن يفضل ان انا اعملها مثلا ساعتين، ساعتين ونص. ليه ساعتين، ساعتين ونص؟ عشان لو انا هكمل محاضرة تانية ساعة الا تلت، وهكمل واحدة كمان وهكمل واحدة كمان، عايزة اعمل ثلاثة، بعمل ايه؟ البارتيسيبنت اللي معايا مش مضطرين ان انا يستنوا اعمل ميتنج لينك تاني وابعته لهم، لا، حضرتك يعمل ريكونكت بنفس اللينك تاني فيبدأ يدخل معايا. فعشان كده بيفضل هو حضرتك بتكتب الميتنج، تخلي التايمنج عالي بحيث ان انت لو لجأت انك تدخل تاني ميتنج تاني يبقى هما يعملوا ايه ريكونكت لنفس الايه اللينك بتاع اللي موجود. طيب انا عايزه اعمل ريكارنج للميتنج، تمام، هعملها، بس مش هعملها من هنا عشان هعملها من الاوبشن، من ادفانسد اوبشن جوه، عشان احدد انا عايزه الميتنج ده يومي ولا اسبوعي ولا شهر. لان انا لو عملته دلوقتي هيعمل لي حاجه اسمها نوت فيكسد، يعني ملوش ميعاد محدد، فانا مش عايزه كده. انا عايزه اعمله الميتنج بتاعي ده بيتكرر كل اسبوع في نفس الميعاد، فخلاص انا بدل ما اقعد كل شويه اعمل ميتنج جديد، لا انا هعمل ايه ريكارنج للميتنج ده. طيب بعد كده الميتنج اي دي موجود لحضرتك، البيرسونال اي دي اهو موجود، الباسورد موجود، حضرتك حاطط الباسورد تقدر تغيره في اي وقت لو حضرتك عايز تغير فيه. الفيديو موجود ادي اوف للهوست واوف للبارتيسيبانت، ويفضل ان هو اوف للهوست واوف للبارتيسيبانت، لانك انت من جوه بتقدر تغير اللي عايزه اون، فبتقدر تغير مفيش مشكله فيه، وتقدر تغير اون للبارتيسيبانت، البارتيسيبانت يقدر يفتح الفيديو بتاعه، وحضرتك كهوست تقدر تفتح الفيديو بتاع حضرتك.
طيب الكالندر بيفضل طبعا ان انت بتشتغل بالجوجل كالندر، لو انت شغال على الاوتلوك هتشتغل بيه، لو شغال على الاذر كالندر هتكتب. في عندي تحت اسمها حاجه ادفانسد اوبشن، لو جينا نشوف الادفانسد اوبشن هنلاقي اربع حاجات موجودين، حاجه اسمها انيبل انيبل الويتنج روم، انيبل جوين بيفور هوست، ميوت بارتيسيبانت upon انتري، و اللي هو اوتوماتيكلي ريكورد الميتنج اند اون ذا لوكال كمبيوتر. هنبدا باول واحده انيبل ويتنج روم. يعني ايه انيبل ويتنج روم؟ ده حضرتك كده لو جيت دخلت ميعاد الميتنج الزوم بتاعك هتلاقي ان بيقول لك استنى لحد ما الهوست بيسمح لك بالدخول. ده حضرتك اوبشن الهوست عامله ان هو بيعمل لك زي حجره انتظار كده، حضرتك بيبدا انت تدخل على الجوين وهو يسمح لك بالدخول او ما يسمحش بالدخول. فده بيعمل ليميتيشن شويه لان ممكن حد يدخل انت مش عايزه يدخل، ممكن تكون حضرتك مش واخد بالك من البارتيسيبانت او مركز بتشرح في حاجه ومش قدامك البارتيسيبانت كلهم ما شفتهاش يعني، تمام؟ فبالتالي ممكن حد يدخل على الميتنج انت مش عايزه. فالافضل في الميتنج ان حضرتك تخلي الناس اللي هيشتغلوا معاك بالميتنج يكتبوا اسمهم عشان تبقى عارف ان مين اللي داخل، ده اول حاجه، لان رقم التليفون الحاجات دي بيبقى كل واحد داخل بنيم كده غريب، فالمفروض ان هو يكتب اسمه زي ما قلنا في حاله الجوين. بعد كده حضرتك بتشوف بتعمل انيبل الويتنج روم اللي هي حجره الانتظار عشان بيظهر لحضرتك في الجنب كده يقول لك ده فلان ويتنج ادمت ولا ريجكت. فادمت ده تقول له ادمت انت هتدخله، لو عملت له ريجكت من الميتنج ما يقدرش يدخل على اللينك تاني، خلاص ده واحد مش انت مش عايزه فما يقدرش يدخل تاني على الايه؟ على اللينك. يبقى دلوقتي انيبل ويتنج روم بقى بعملها، ده اوبشن بالنسبه لي بيتيح لي ان انا مش عايز. اولا ممكن اعمل تايمنج، يعني انا الميعاد حضرتك المحاضره الساعه مثلا 7، اخري 7 وربع اللي مش هيعمل جوين للميتنج مش هيبقى معانا في المحاضره كده، اتغيب من المحاضره. هيسمح لحضرتك ان انت لو حد غريب مش عايز تدخله مش هتدخله، واحد ادى اللينك لحد وانت مش حابب يدخل فمش هتدخله. هيسمح لحضرتك ان لو حد خرج وجي يدخل هتبقى انت عندك عارف هو خرج دخل هيخرج قد ايه ويدخل قد ايه، فتبقى انت متابع كل الناس اللي موجوده معاك في الروم. ممكن انت بتشرح حد عامل شير سكرين، في حاجات معينه بتخلي شويه انت مش اتنشن مع اللي دخل واللي خرج، فدي هتخلي لك لو حد خرج وجي يدخل تاني تبقى عندك ان هو خرج تبقى عارف الوضع ايه بالظبط. طيب انيبل جوين بيفور هوست، لا انا ما بفضلش اعمل انيبل جوين بيفور هوست، لا حضرتك الاول هو يستناك، لازم يستناك لحد ما تدخل، فحضرتك تدخل على الميتنج وبعد كده هو يدخل، فبلاش انيبل جوين بيفور هوست لان حضرتك ممكن يحصل اي مشكله يحصل اي حاجه فحضرتك مش موجود فما يفضلش. ميوت بارتيسيبانت ابون انتري، احنا من جوه لما دخلنا عملنا ميوت اول، فانا اصلا من الاساس ايه ميزه ده عن الميوت اول؟ ميوت اول انت ممكن واحد يكون لسه ما دخلش فانت عملت ميوت اول فواحد تاني دخل داخل المايك بتاعه مفتوح، الافضل انك تعمل ميوت بارتيسيبانت ابون انتري، هو داخل تمام كده كده هيتعمل له ميوت، فده من الحاجات الافضل. الاوتوماتيكلي ريكورد الميتنج اون لوكال كمبيوتر، انا مش محتاج اعمل ريكورد من الاول خالص، انا وقت ما افتح الميتنج وعايزه اعمل ريكورد في توقيت معين ببدا اعمل ريكورد، وكده كده الاوبشن ده عندي جوه فمش محتاجه ان انا افعله من بره. ده اللي بالنسبه لي الاول الاوبشنز اللي موجوده، حددت الاوبشنز كلها، هعمل شيدجول جدوله، هيقول لي انت عايز تدخل بحسابك، هقول له بالحساب بتاعي، هيقول لك ان الزوم يقدر يدخل على الجوجل كالندر، اوكي تمام. بعد كده خلاص انا كده دلوقتي لو جيت اشوف هلاقي النيم بتاعي يوزنج تكنولوجي، لو عايزه اعدل النيم اقدر اعدله. الميعاد يوم 6 جون 2020 الساعه 7 ل 9:30، ده كل الاوبشنز اللي موجوده عندي. هنا هيهمني من تحت كده لو جيت اشوف عند الايميل بتاعي، لو انا عندي كلاس روم زي ما هنقول دلوقتي على الجوجل كلاس روم، لو انا عندي صفوف دراسيه موجوده عندي هلاقي عندي سهم جنب الايميل بتاعي ده، هفتح السهم هيجيب لي اسامي الكلاسز اللي موجوده فاقدر اختار الكلاس على طول، فيبعت اللينك بتاعتك على الكلاس مباشره.
طب لو انا مش عايز اعمل كده وعايز اعمل انفيتيشن عادي، باخد ده كله كنترول سي وابدا ادخل على الكلاس بتاعي وابدا اعمل احط له كنترول في اللي هي بيست، يبقى انا كده خدته كابي وحطيته بيست. ده بالنسبه للزوم بتاعي او الميتنج بتاعي انا كده حددته. انا ممكن ادخل كمان من هنا لو انا عايزه اعمل كوبي للانفيتيشن، بدخل على نيو ميتنج، خلاص هو كده حط لي الميتنج اللي انا محددها، هاخد هنا اقول له الكوبي للانفيتيشن وابدا ادخل على المكان اللي انا عايزه احط عليه اللينك، وليكن الواتساب مثلا. ادي الواتساب بتاعي، وابدا ادخل على مثلا ده اللي انا عايزه احط عليه اللينك، هبدا ادخل عليه واقول له كنترول في، هيبدا يطلع لي ده شكل اللينك بتاع الزوم او الميتنج زوم. هبدا اعمل سند ويبدا يبعت بعت التفاصيل بتاعه الايه الميتنج بتاعتي كلها. فانا كده بعت اللينك بتاعي للبارتيسيبنت بتاعتي. طيب في بعض الاوبشنز الموجوده، انا كده خدت انيبل الويتنج روم، ده من ضمن الاوبشنز الجميله اللي موجوده ان انا هعملها ويبقى فيه انتظار واقدر ادخل اللي عايز ادخله، ومش اقول مش عايز ادخله ما ادخلوش، ولو حد مش عايز ادخله بعمل له ايه ريجكت، ما بيدخلش، تقدرش تدخل تاني على اللينك بتاعي. طيب لو انا عايزه اعمل بريك اوت روم، يعني ايه بريك اوت روم؟ ده انا معايا مجموعه، المجموعه دي شغاله عليهم 20 واحد، وانا عايزه اقسمهم مجموعات، ولما اقسمهم مجموعات المجموعه دي تعمل نشاط في توقيت معين، بحدد وقت معين، والوقت المعين ده بيخلص الروم بتاعي، نرجع كلنا نيجي ل روم كلنا مع بعض الاساسيه، وكل واحد يعرض الايه الشغل بتاعه، مفيش مشكله. فانا لو عايز اعمل ده بيدي حضرتك انتر اكشن وتفاعل بينك وبينهم كتير، وبيطبقوا لو في حاجه عايزين يطبقوا عملي، لو في حاجه محتاجين يتكلموا فيها. فانا بعمل من السيتنج هنا، بدخل على السيتنج بلاقي عندي بروفايل او جنرال، لو ده الجنرال بدخل على الفيو مور سيتنج، لما فيو مور سيتنج بتقول له بيدخل بالساين ان ويز جوجل اكونت، بيبدا يدخل بالجوجل اكونت بتاعي، اختار الجوجل بتاعك الاكونت بتاعك، بتدخل على الاكونت بتاعك، بتلاقي عندك السيتنج بتاعك. لو انت عايز تشوف الميتنج بتاعتك اهي، ادي الميتنج اهي، هيكتب لك ايه هي الميتنج اللي موجودة عندك. انت عندك ميتنج اهو، لا عايزة الميتنج العادية اللي هي يوزنج تكنولوجي دي، ده الميتنج، كل الميتنج اللي موجودة عندي. خلاص هبدأ افتح الميتنج، ادي الميتنج يوزنج تكنولوجي، التوبيك بتاعها اللي هشتغل عن طريق الجوجل كالندر، الاي دي، الميتنج باسورد لو عايز اعمل شو للميتنج باسورد، ولو عايز اعمل له هايد مفيش مشكله. ده اللينك بتاع الانفيتيشن اقدر اعمل له كوبي، تمام. دول الاوبشنز اللي موجوده اللي هي انيبل جوين بيفور هوست، ولا ميوت بارتيسيبنت ابون انتري، ده اللي احنا مختارينه، والانيبل ويتنج روم، لكن الريكورد مش مختارين. طيب هعمل edit this meeting، لو انا عايزه اعمل edit this meeting هلاقي موجود عند حضرتك كل الاوبشنز تقدر تعدل فيها تاني، عايز تغير اي حاجه تقدر تغيرها. هلاقي تحت الميعاد بتاع التايم زون او الميعاد بتاعك، هتلاقي عندك recurring الميتنج، لو انا عايزه زي ما قلت لحضراتكم عايزه اكرر الميتنج ده اسبوعي او كل شهر، بقدر اعمل recurring الميتنج، بلاقي ديلي ولا ويكلي ولا مانثلي ولا نوت فيكسد، خلاص فبقدر اخده لو انا عايزه اعمل ده، لو انا مش عايزه خلاص الميتنج بتاعي مش متكرر خلاص. خلصت بعمل سيف للاوبشنز دي، تمام. طيب هرجع تاني للسيتنج، هلاقي ان ميتنج ادفانسد، بدخل على ان مي، طبعا في حاجات كتير جدا 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 في الاوبشنز، لو حضراتكم عايزين تستخدموها مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم على الحاجات اللي هنستخدمها مع بعض. فبالتالي هلاقي كلمة البريك اوت روم، هقول له اون، يبقى انا كده فتحت البريك اوت روم، بيقول لك ذا سيتنج هاف بين ابديتد، كده انا فتحت الايه البريك اوت روم. لو جيت دخلت تاني على الزوم ميتنج ودخلت على الميتنج اللي انا بتكلم عليه اهو، هفتح
هلاقي حاجه جديده ما كانتش موجوده. احنا كان عندنا اخر حاجه ريكورد، هلاقي حاجه اسمها بريك اوت روم. لو جيت ادخل على البريك اوت روم هتبدأ انت عايز تعمل بريك اوت روم كام بارتيسيبانت. انا هعمل بريك اوت روم 3 او 4 بريك اوت روم. طبعا مفيش بارتيسيبانت مفيش مشكله، بس احنا تقدر تعملها اوتوماتيكلي، اللي هو يعني هي تتوزع اوتوماتيكلي ولا مانيوالي. فانا هقول له اوتوماتيكلي وابدا اعمل كرييت للروم. دخل لي ادي الاربع روم اهي. لو عايز تغير كل اسم للروم بتغير الرينيم بتاعك، لو عايز تدلت واحده منهم بتقدر تدلت واحده منهم، تمام. وبلاقي ريكرييت، لو انت عايز تعمل ريكرييت بتقدر تعمل ريكرييت تاني للروم. الاوبشنز الباقيه فيها اللي بيقول لك move all participant into breaking out room automatically، اللي هو بتوديه اوتوماتيكلي. طيب انا بقى دلوقتي بعد عايز اعمل له البريكنج روم قد ايه. في هنا اوبشن ان انت تقدر تخلي البارتيسيبانت بيرجعوا للمين سيشن ات اني تايم. لو انا مثلا احنا خلصنا وعايزين نرجع ليه بنسيبه، لا لو مش عايز كده لا، لما يخلصوا كلهم المده مع بعض مفيش مشكله. طيب المده بتاعت البريك اوت روم، الروم دي هيقعدوا فيها قد ايه؟ نص ساعه اقل. بتكتب التايمنج اللي انت عايز ايه تكتبه اهو مثلا، وتحدد التايم بتاعك انت عايز قد ايه. طيب بتقول له ان بيقول لك نوتيفاي ان هو بتعرفه بتعرفني بيجي لك بقى ان انت عايز تعرف ان الوقت خلص. نوتيفاي مي وين ذا تايم از اب. اه بعمل نوتيفاي مي. بعد كده بتيجي زي عندهم عارفين اللي هي التوقيتات كده اللي هو بينبههم، فانت هتعمل له كاونت داون افتر كلوزنج بريك روم. هيستنى قد قبل ما تبدا يعمل ايه؟ يقول له فاضل 60 دقيقة 60 سكند، فاضل 120 سكند. بتحدد السكند اللي انت عنده فيديله نوتيفيكيشن هناك ان الروم بتاعته هتخلص بعد كذا، فعشان لو هم لسه ما خلصوش يبداوا يعملوا ايه بسرعه ويخلصوا عشان هيرجعوا للروم الرئيسيه، عشان كده ممكن يتحسب لهم ان هم ما خلصوش الايه الشغل بتاعهم، تمام. ده كده البريك اوت روم. اعتقد احنا كده تناولنا يعني معظم الاوبشنز اللي حضرتك هتحتاجها في حالة الزوم ميتنج ان شاء الله، ونحاول نعمل ابليكيشن عليها مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين في الزوم ميتنج بتاعنا. هنقفل بقى الزوم ميتنج. وهندخل على البروجرام التاني اللي هو اسمه التيم لينك. التيم لينك مميزاته انه مش محدد بعدد ومش محدد ب تايمنج، يعني الجزء الفري بتاعه الوقت مفتوح، يعني ممكن تشتغل عليه فتره معينه. فتقدر تشتغل لو انت الميتنج بتاعك طويل وحضرتك مش محتاج كل الاوبشنز اللي موجوده في الزوم فتقدر تشتغل. طبعا افضليه الشغل على البرامج دي بترجع لحضرتك الابليكيشن بتاعك، انت بترتاح في ده ما بترتاحش في ده. في ناس تقول لك لا ده بيقطع، لا ده مش حلو، ده الصوت ما بيبقاش كويس، ده الشاشه ما بتبقاش كويسه. فده بيرجع ليه الابليكيشن بتاع حضرتك انهي اللي تقدر تشتغل عليه ويبقى احسن بالنسبه لحضرتك. طيب عشان ادخل على التيم لينك هدخل عادي على الجوجل سيرش وابدا ادخل على التيم لينك وابدا اشوف. هيقول لك فري داونلود، هتقول له فري داونلود، هتبدا تنزله. لو انت عندك شغال على الويندوز هتنزله داونلود على الويندوز، لو انت شغال على الماك هتشتغل على هتنزله على الماك، لو انت شغال على الاندرويد او الاي او اس فانت حسب ما حضرتك شغال تقدر تنزل تعمل داونلود. مجرد ما بيبدا يعمل داونلود هتلاقيه نزل تحت، تبدا تفتحه تلاقي موجود الشاشه بتاعته. تعالى ندخل على بعد ما نزلناه اهو، ادي لو احنا عايزين ندخل عليه برضو ادي التيم. ده الشغل بتاعه كله، هتقول ان انت عايز تعمل فري داونلود وتنزله وتخلصه. بعد ما بيخلص بتلاقيه موجود على السكرين قدام حضرتك اهو. نفتح البرنامج نكبره الشاشة بتاعتنا، هنلاقي موجود زي ما هو موجود، موجود لوجن او ساين اب او جوين ميتنج وذاوت ان اكونت. تقدر تدخل على الميتنج، هيقول لك الميتنج اي دي، هتكتب الميتنج اي دي
وهتكتب يور نيم زي ما احنا متعودين نكتب يور نيم، وترن الفيديو او الميكروفون او الكلام من ده كله، فهنبدأ نتعامل معاه وندخل بالجوين ا ميتنج. طيب لو انا عايزه اعمل لوجن او ساين اب هدخل هقول له لوجن او ساين اب، لو انا عايزه اعمل لوجن ساين اب هلاقي مكتوب ساين اب انا دخلت لوجن، فهدخل هقول له بدل ما اكتب بقى ايميل ادرس ويديني كود، انا هدخل على الجوجل اكونت على طول، هو مرتبط بالجوجل اكونت بتاعي، فبدخل على الجوجل اكونت بتاعي وابدا افتح الميت التيم لينك. ده شكل التيم لينك، بتبدا تدخل ده الستارت او جوين ا ميتنج، بتبدا تدخل تعمل ستارت الميتنج اهو. عايز اكزيستنج اي دي ولا كرييت نيو، فهتقول له كرييت نيو، هيبدا يقول لك اكتب اللي انت عايزه يوزنج تكنولوجي، وهبدأ الباسورد ريكومندد مفيش مشكلة، هقول له اوكي. مجرد ما قلت اوكي فتح الميتنج بتاعي اهو، ادي الميتنج بتاعي. لو جيت اشوف في الميتنج حضرتك بتقدر تعمل فول سكرين او ما بتعملش فول سكرين، ادي الستارت فيديو لو عايز تشتغل فيديو، الاوديو بيشتغل لو عايز تعمل ميوت، الشير سكرين لو حضرتك عايز تعمل شير سكرين، لو حضرتك عايز تعمل ريكوردنج، لو عايز تشوف البارتيسيبانت هتعمل انفايت للبارتيسيبانت تمام، او تعمل شاتنج لو عايز تعمل شاتنج، او تعمل او تشوف البارتيسيبانت بتوعك موجودين ولا لا، تقدر تعمل ميوت للي جنبه، وتقدر تعمل تحدد في السيتنج انت تشتغل الميكروفون ولا السبيكر ولا كل الحاجات اللي هي السيتنج اللي حضرتك عايز تشتغل عليها تمام. ده بالنسبه برضو يعني الاشكال مش بعيده عن بعض، يعني حضرتك لو اشتغلت على اي برنامج منهم هتلاقي الامور في اي برنامج تاني، اعتقد انها هتبقى سهله. هقفل الميتنج بتاعتي وهفتح لو عايزه اعمل شيديول، هدخل على الشيديول بتاعت الميتنج بتاعتي واعمل كرييت اي دي وابدا اكتب نفس الكلام واعمل نيكست. انا كده عملت الشيديول، بس طبعا الميتنج بتاعت الزوم بتقدر تحدد ميعاد وتايمنج، ده بقى انت بتحدد الميعاد، بتكتب لهم تبعت لهم اللينك وتقول لهم الميعاد هيبقى الساعه كذا، وتحدد انت الميتنج بتاعتك مفيش اي مشكله خالص تمام. ده كده التيم لينك، اعتقد ان احنا برضو استوفينا الكلام اللي احنا حابين نتكلم عليه. ان شاء الله كده يبقى احنا خلصنا ان انا قدرت اشتغل الانتراكتيف سيشن بالزوم ميتنج واشتغلت بالتيم لينك. هدخل على النقطه اللي بعد كده، انا عايزه اعمل عارفين اللي هو اسمها الفصل الافتراضي الكلاس روم. فالجوجل ده مديني مميزات او ميزه ان انا اقدر اعمل فصل افتراضي وفري اكونت، تقدر تدخل بس انت عندك اكونت على الجوجل، جوجل اكونت تقدر تدخل وتعمل فصل افتراضي. الفصل الافتراضي ده بتقدر تعمل فيه اللي هي اسمها المنصه التعليم والتقييم عن بعد، بستخدم المنصه دي للتعليم عن بعد، بقدر احط المحاضرات بتاعتي واعمل تقييمات واستقبل التقييم واعمل فصل افتراضي للناس وتفاعل مع الطلاب والطلاب يتفاعلوا معايا، وعن طريق عن بعد كانك انت بقى بتبدا تحكم على الطالب وتشوف وتحط له واجب دراسي وتحط له نوتيفيكيشن وحاجات وهو المفروض يتابع ايه. لو انت عايز تعمل الزوم ميتنج بتقدر تعمل الزوم ميتنج عليها وتقول له ميعاد الزوم الساعه كذا زي ما احنا قلنا واحنا بنتكلم عن الزوم، او ميعاد مش لازم الزوم، ميعاد الانتراكتيف سيشن ايا كان هتستخدمه على انهي بالظبط فتقدر تحدده. كل الحاجات دي هي موجودة على الجوجل كلاس روم، وده احد تطبيقات جوجل. انا عشان ابدأ اعمل اشتغل على الجوجل كلاس روم بدخل على الجوجل سيرش وابدأ ادخل اكتب جوجل كلاس روم. ادي جوجل كلاس روم، اول ما بدخل على جوجل كلاس روم بلاقي موجود عندي الاوبشن بتاعي الجوجل كلاس روم ده كل التفاصيل ايه الجوجل كلاس روم لو عايز تقرا عنه التفاصيل، وبلاقي اول اختيار بدخل على اول اختيار بيدخل لي على الجوجل كلاس روم. بلاقي عندي اول حاجه علامه البلس دي بقدر اعمل جوين للكلاس اهو،
الجوين للكلاس. لو دخلت على الجوين للكلاس بيبقى في حاجة اسمها كلاس كود. الكلاس كود ده العامل الكلاس بيبدأ يدي حضرتك الكود، ايا كان بقى على الايميل، على الواتساب، على الماسنجر، على البورد لو هو في مكانه كتبها لك على البورد. المهم انه بيدي حضرتك الكود اللي تقدر تدخل بيه، تحط الكود وتعمل جوين، يبقى كده انت دخلت على الفصل الافتراضي. طيب انا مش هدخل اعمل جوين، انا هعمل انا الفصل الافتراضي، فهبدأ ادخل اقول له كرييت كلاس. لما ادخل كرييت كلاس، طبعا المؤسسات التعليميه بتشترك على الجوجل كلاس روم، فلو انا مش اللي هم مشتركين بجي سويت فور اديوكيشن بقدر ادخل. ده بيدي حضرتك اوبشنز كتير مش موجوده في الفري، بس الفري بتدي حضرتك كفايه قوي انك تعمل كل اللي انت عايزه على الفري. فانا هقول له، انا طبعا ما عنديش من المؤسسه بتاعتي مش مشتركه، فانا هدخل هقول له ان انا قريت كل الكلام ده، انا ات سكول او ستودنت، انا هدخل عليها وهقول له ان انا قريت كل الشروط اوكي، وهبدا اعمل له كونتينيو. بيبدا يقول لحضرتك حط الكلاس روم، هنفترض ان احنا هنعمل كلاس للدوره بتاعتنا، هقول له يوزنج تكنولوجي. In teaching. السكشن انا هكتبها تبع ال FLDC. FLDC. عايز تكتب الباقي، انا اهم حاجة ان عندي الكلاس نيم ده required، الباقي كله ممكن نكتبه، ممكن ما نكتبوش، ممكن نعدله بعد كده مفيش مشاكل. فانا هكتفي بدول وهقول له create. عمل الكلاس بتاعي، ادي الكرييت للكلاس. لو جينا نشوف ادي using technology in teaching ال FLDC. يهمني قوي الكلاس كود، هو ده الكلاس كود اللي كنا بنتكلم عليه. حضرتك بتفتحه وتعمله فول سكرين هتلاقيه كده، تاخد ده كوبي وتبدأ تبعته للناس اللي هتدخل معاك في الكلاس، هيبدأ يدخل يحط الكود بتاع الكلاس وتبدأ تحطه. تمام، طيب هلاقي هنا لو انا عايزة using technology، عايزة اغير الثيم بتاعتي، بقدر اختار ثيم تانية، اختار اللي حضرتك عايز تختاره مثلا وليكن دي، هقول له select this theme، هيبدأ يغير لي الثيم بتاعتي. عايزة اعمل الثيم عندي صورة موجودة، عايزة اعمل upload، هختار الابلود هي موجودة فين بالظبط، وهبدأ اختار الصورة من المكان بتاعي وابدأ احطها. طيب هبدأ عايزة قبل ما ابدا اتكلم عن التكنيكس من جوه، هعمل حاجتين في الجوجل كلاس روم. الحاجه الاولانيه عايزه اغير اللغه، لان انا مش بحب اشتغل طبعا الكونتنت او اللي انا عايزه اكتبه من جوه مش مهم انا اكتبه بايه، لكن الفكره الفريم من بره هيبقى مكتوب عربي ولا انجليش. في ناس ما بترتاحش في الانجليش فهتكتب حوله عربي، فانا هحول عربي ازاي؟ اول حاجه هدخل على الثلاث شورت اللي فوق دول اهم، وبعدين هدخل على سيتنج، ومن السيتنج هلاقي البروفايل بتاعي. ممكن اعمل تشينج للبروفايل، انا هعمل مش هعمل تشينج، انا هعمل مانج، ومن المانج بقدر اعمل مانج يور داتا. بدخل هنا هلاقي اللغه اللانجويج اهو، هبدا افتح. لو عايزه اختار another language هلاقي بعمل another language واختار، طبعا انا عشان اخترت العربي موجوده، عايزه ابدل هدخل واطلع ابدل العربي. هتلاقي اللغه اتحولت للعربي اهو. طب عايزه ارجع تاني للانجليش، هحول للانجليش اهو. خلاص كده انا عدلت اللي انا عايزه اعدله، وعايزه ادخل على الكلاس روم بتاعي تاني، ادخل وعايزه اجيب الكلاس. يبقى انا كده عدلت اللغه، عرفت اعدل اللغه ازاي واختار اللغه اللي تناسبني اللي انا عايزه اتعامل بيها على الجوجل كلاس روم. طيب النقطه الثانيه اللي هتكلم عليها دلوقتي، انا كريت الكلاس روم مش عايزاه، عايزه الغيه، فبلاقي عندي احوله ان انا اعمله اركايف وابدا ادخل. انت عايز تحوله في الاركايف بتاعك، هتقول له اه، وبعدين ما عادش موجود، بس موجود فين؟ في الحاجات المؤرشفة، يعني هتلاقي موجود ادي اهو في الارشيفز بتاعي. هفتح وهاجي بقى التلات نقط دول، بعد ما كانوا بيعملوا لي ان هو بيتحول للارشيف، لا هيبقى الاقي فيها كلمة كوبي لو انا عايزة اعمل كوبي له، ولا عايزة اعمل ريستور لو عايزة ارجعه تاني، ولا عايزة اعمله ديليت هقول له ديليت، وهعمل ديليت للكلاس روم كده
انا عملت ديليتنج للكلاس روم، هرجع تاني بقى للكلاسز كده، ما عادش عندي تاني كلاس روم لو انا حبيت الغيها. لو عايزه اعمل اكاريت هكاريت تاني، واقدر اكاريت اكتر من كلاس روم موجودين عندي عادي خالص، مفيش اي مشكله. هنكتفي بالقدر ده وهنكمل ان شاء الله باقي الجوجل كلاس روم في السيشن التاني. ان شاء الله اي اني كويشنز باذن الله هيبقى في معانا في الانتر اكتيف سيشن او على الواتساب واحنا مع بعض، مفيش مشاكل. احنا اتكلمنا النهارده عن ازاي اعمل الفيديو ارفعه على الجوجل درايف واحوله للشيرابول لينك، ازاي اعمله على اليوتيوب، اتكلمت عن الانتر اكتيف سيشن بالزوم واتكلمت عنه بالتيم لينك، واتكلمت عن الجوجل كلاس روم ازاي اكريته وازاي اغير اللغه اللي فيه وازاي ابدا اعمل الغيه لو مش عايزاه. ان شاء الله اشوفكم على خير في السيشن القادم. شكرا لحضراتكم، تحياتي.